انجليش الصف الاول الترم الاول يونت 5. اهلا بكم يا سنه اولى في قناتكم قناه طيور الجنه التعليميه. ما تنسوش لايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وهنبدا دلوقتي يا سنه اولى مع يونت 5 اسمها with my family. وزي ما احنا متفقين بتنقسم لجزئين listening وspeaking وphonics وwriting. وهناخد دلوقتي listening والspeaking وهنشوف جايبين لنا ايه. جايبين لنا have some tea. الولد ده بيقول لمامته ايه؟ have some tea mother. have some tea mother يعني تفضلي بعض الشاي يا ماما، تفضلي اشربي شاي يا ماما. يبقى have some tea mother. فمامته قالت له ايه؟ thank you honey. thank you honey شكرا يا هاني. يبقى لما حد يدينا حاجه يقول لنا تفضلوا، احنا شطار يا سنه نقول ايه؟ مؤدبين ونقول ايه؟ نقول thank you واسمه thank you honey. طيب البنت دي بتدي جدتها ايه؟ بتقول لها please have some cake grandmother، يعني لو سمحتي كلي كيكه يا جدتي. please لو سمحتي او من فضلك please have some cake grandmother. فقالت لها ايه؟ thank you هنا، شكرا يا هنا. طيب هناخد دلوقتي مع بعض family يا سنة اولى. العيلة بتاعتنا عيلتنا اسمها اللي بابا وماما واخواتنا اسمهم على بعض family. اسمهم يا سنة اولى repeat ورايا family. طيب هنشوف اول واحد في الفاميلي ده مين. مين ده اللي شايل ابنه؟ اسمه father. Who is this؟ مين ده؟ Who is this؟ This is my father. يبقى لما انا اشاور لكم على بابا ونقول لكم Who is this؟ Who is this؟ هتقولوا ايه؟ This is my father. This is my father. طيب دي اسمها ايه؟ mother. ماما اسمها ايه؟ mother. Who is this يا سنة اولى؟ Who is this؟ This is my mother. This is my mother. This is my mother. طب دي مين؟ Sister. أختنا اسمها sister. Sister. Who is this يا سنة أولى؟ Who is this? This is my sister. This is my sister. This is my sister. طيب مين ده؟ Brother. أخونا اسمه brother. Brother. Who is this؟ مين ده يا سنة أولى؟ Who is this؟ This is my brother. This is my brother. طيب هنشوف مع بعض ده اسمه ايه؟ اسمه grandfather. Grandfather. طيروا الدي يا سنة أولى عشان في ان هنا، لما نلاقي الان وراها دي ما نقولش الدي. Grandfather. Grandfather اللي هو جدنا. Who is this يا سنة أولى؟ Who is this؟ This is my grandfather. This is my grandfather. طيب دي اسمها ايه؟ تيتا اسمها ايه؟ اسمها grandmother. grandmother. Who is this؟ مين دي يا سنة أولى؟ هنقول ايه؟ This is my grandmother. This is my grandmother. دي جدتي. طيب سؤال الهوم ورك بتاعكم يا سنة أولى. Who is this? Who is this? مين دي؟ Who is this? هتقولوا this is، وعايزة بس الكلمة بس معناها بس، مش لازم تكتبوا لي الجملة بحالها. This is my، اكتبوا لي بقى اسم دي ايه؟ Who is this؟ مين دي يا سنة أولى؟ ده سؤال هوم ورك بتاعكم يا سنة أولى. وما تنسوش كنتم مع قناة طيور الجنة التعليمية، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. Goodbye سنة أولى.